26/9/2013 الحولي، لواء الأنصار باشتراك مع سرايا أحرار الحولي تقوم بنصب الهاولات لصد محاولة اقتحام قرية السماعليل وتخفيف الضغط على السوار في منطقة كفرنان. الله أكبر والعزة لله. صار يقوم بدك معاقل الشبيحة متمركزين. الله أكبر والعزة لله. هاي الكاكي 26/9/2013 لواء الأنصار يقوم بدك معاقل الشبيحة المتمركزين في قرية الغور. يا إيمان لواء الأنصار يقوم بدك معاقل الشبيحة المتمركزة في قرية الغور. الله أكبر والعزة لله. يلا يا عاد شو؟